وللتعليق على قرار المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. مرحبا بك معنا. على تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حياكم الله. سعد الحريري رئيس الحكومة السابق ونجل رفيق الحريري عبر عن أمله في أن يكون صدور الحكم يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، هل تعتقدون أن هذا الحكم جاء اليوم وفق ما تمناه الحريري والشعب اللبناني؟ أولا لابد أن نؤكد أن هذه المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية على مستوى العالم تعرف الجريمة الإرهابية بالاستناد إلى جريمة ارتكبها عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية. ثانيا، إدانة المحكمة اليوم للمتهم الرئيسي وهو سليم عياش وهو أحد قياديي ميليشيا حزب الله بأنه خطط ودبر مع آخرين هو إدانة سياسية لميليشيا حزب الله كلها ولزعيمها حسن نصر الله، دون أن ننسى كذلك أن المتهم الآخر مصطفى بدر الدين أدين في المحكمة ولم يصدر بحقه حكم باعتبار أنه قتل في سوريا كما يقال، وبالتالي بغض النظر إذا كان هناك اتهام لعدة أشخاص أو لشخص واحد أو لشخصين فالإدانة سياسية واضحة، حيث قال رئيس المحكمة في مندرجات الحكم أن الجريمة كانت جريمة سياسية وأن هناك خلاف سياسي بين حزب الله والرفيق الحريري والنظام السوري، وباعتبار أن تلك الجريمة هي جريمة إرهابية كما عرفها ووصفها القانون الدولي الجنائي بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن، وبالتالي الإدانة اليوم هي لسليم عياش مصطفى بدر الدين هي ليست إدانة شخصية لهؤلاء الاثنين الذين أكد مندرجات الحكم أنهم شاركوا مع آخرين بالتخطيط وبالمراقبة لأكثر من 5 أشهر واشتروا سيارات وعدة اتصالات واشتروا شاحنة ومتفجرات بلغت 2.5 طن لقتل رفيق الحريري، وبالتالي لم يتمكن الادعاء ولا المحكمة من تحديد باقي الأسماء لعدم قدرتهم على توقيف نعم أو لعدم قدرة على توقيف أي شخص منهم، ولكن إدانة أي شخص من قبل المحكمة هو إدانة تامة لميليشيا حزب الله الإرهابية. طيب، الرئيس اللبناني ميشيل عون قال علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة كما قال، لماذا ليست عدالة؟ هل تسقط الحقوق بالتقادم؟ أبدا لا تسقط الحقوق بالتقادم، ونحن أصلا في بلد يعاني من الجريمة السياسية منذ عام 1960 وحتى هذه اللحظة، قتل لكبار القادة من رؤساء جمهورية ووزراء ومفتين ونواب وضباط ولم يتمكن أحد من معرفة من هو القاتل الحقيقي. أنا برأيي هذه المحكمة اليوم وإن أدانت شخصا واحدا من ميليشيا حزب الله إلا أنها إدانة سياسية بامتياز، وضعت أو كشفت عن أول جريمة سياسية في لبنان من وراءها ومن يقتل الناس ومن يفتك بهم ومن يغدرهم ومن يفجرهم، وبالتالي نأمل أن يضع حكم الإدانة هذا حدا لجرائم الاغتيال السياسي في لبنان، دون أن ننسى كذلك أن المحكمة لم تنتهي أعمالها بهذا الحكم، فمدعي عام المحكمة يدرس تقديم استئناف على الحكم، إضافة أن للمحكمة اختصاص آخر وهو في كل الجرائم التي تلت اغتيال الحريري وسبقته والمتعلقة بالاغتيال كجريمة محاولة اغتيال مروان حميدة والوزير محمد شطح والوزير الياس المر واللواء وسام الحسن ووليد عيدو وغيرهم من النواب والشخصيات والذين أثبتت المحكمة أن لهم علاقة بعملية اغتيال الحريري. إذن أهمية هذه المحكمة وأهمية هذا الحكم أنه كشف من يقف وراء الاغتيال السياسي. رئيس الجمهورية باعترافه بأن هذه العدالة المتأخرة لا تشكل عدالة أبدا، ففي الجرائم القانونية المحلية والدولية يجب أن لا تسقط، وبالأخص في القانون الدولي الجنائي الذي يعتبر أن الجريمة الدولية لا تسقط أبدا. السؤال التالي دكتور السؤال التالي دكتور، هل هذا الحكم سيكون حكما قضائيا بحتا بدون أبعاد سياسية فيما يتعلق بالمتهم الرئيس بالاغتيال وهو حزب الله؟ لنرى أن نظام المحكمة عندما اتفق عليه في مجلس الأمن عام 2007 كان من شروط المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن أن لا تتم ملاحقة رؤساء الأحزاب ويعني الأشخاص المعنويين، وهم أرادوا أن يجنبوا ميليشيا حزب الله الاتهام آنذاك، حتى استطاعوا تمرير هذا القرار في مجلس الأمن بموجب القرار 1757 الصادر عام 2007 تحت الفصل
السابق، أكيد هذا الحكم هو إدانة سياسية تامة لميليشيا حزب الله الإرهابية، هي إدانة لهذه الميليشيا التي انتهجت هذه السياسة في القتل والإرهاب والتدمير والخطف والاغتيالات. هذه إدانة سياسية لا تقبل الشك أبدا، نعم. والذي أكد ذلك اليوم حكم المحكمة ومندرجات الحكم. هل ستكون الدولة اللبنانية الرسمية ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ هذا الحكم؟ ما التداعيات القانونية أكيد والسياسية المترتبة عليها إذا رفضت الإذعان لحكم المحكمة الدولية؟ تفضل. هذا الحكم يأتي بالمحكمة صدرت تحت الفصل السابع موجب القرار 1757، وعلى الحكومة اللبنانية أن تنفذه عندما يصبح مبرما، أي أننا أمام حالة استئناف قد تكون كذلك. وبالتالي بعد ذلك إذا رفضت الحكومة اللبنانية هذا شأن آخر، وأنا أعتقد أن الحكومة لن ترفض ولكن حزب الله سوف يرفض، وهذا ما يؤدي إلى مجلس الأمن أن يتخذ قرارا معينا بحق حزب الله باعتباره ميليشيا إرهابية ويضعها على لائحة الإرهاب الدولي. نعم دكتور، هل هذه المحكمة ستنتهي أعمالها بعد إصدار الحكم في هذا الملف أم أن هناك أعمال أخرى؟ للمحكمة أعمال أخرى، فهي لديها صلاحية بكل الجرائم التي سبقت اغتيال الحريري وتلته المتعلقة باغتيال الحريري كما أسلفت لك، منها جريمة محاولة اغتيال الوزير مروان حميدة والياس المر وغير والوزيرة مي شدياء وغيرها من الجرائم التي تلت تباعا والتي اغتالت كل الأطراف التي تؤيد رفيق الحريري أو النهج العربي في لبنان المعادي لنهج النظام السوري والإيراني. وبالتالي المحكمة مستمرة في أعمالها والتي قد تطال آخرين من ميليشيا حزب الله. أشكرك جزيلا المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس.